اخواتي طلعنا لايف، ياه لكم وحشة والله. ثم النموذج قسم النفاق، ثم النموذج ايه؟ والله انا مش منافق والله، ده ولا انا عامل منافق، منافق انا خالص. منافق. عاملين ايه اخواتي؟ نورينا يا جدعان، يا اللي جاي معلم يشيروا انا لايك كده قاعد ظبطوا حالكم يا جدعان. والله العظيم ما رضيتش اروح انام واسيبكم من غير ما اكسب، والله مش عشان اي حاجه، مش عشان ورايا كلب زي لايف مزنوق زي الكلب، لا 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 لا، عشان انا بحبكم، عشان انا بحبكم يا جدعان، وعشان حصل انتوا ده تستاهلوا ان عليك. انتوا تكسبوا. يجي ايه شغلي جنبكم يا اخواتي؟ ولا حاجه والله، اخواتي كلكم اخواتي. عم وحيد معلش كده، ممكن بس ترد على البيبي الثانية؟ يا سلام، انت تغمر عينيا الاثنين، عينيا بعد الاثنين إذنك يا باشا، الأمر لله وحده، الأمر زياد لله يا احمد. وحده. ما تضحكش يا صاحبي، انت ده فتح عشانكم يا صاحبي. ما يا لهوي على الدلع. محمد صلاح لسه عنده ايوه جون في الفاينل ايوه برضه. ولا تمام قد ايه؟ ايوه 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 تمام ايوه فلا اللايف، اللايف بتاعك بيشتغل وهنا لا. طب بص يا اخواتي، ثانية واحدة يا جدعان. افتح قول يا عم. توتي، انت هتشوف فرد مين عامل الشرط ولا لا؟ ماشي اشوفهم لك، انا يا كده ريت. لسه فاتح الكمبيوتر يا ريت. يا باشا. باشا. واللي يعترض يديه بالجزمة. بص على البرايفت حمرا صراحة. طيب إيه ماشي، لحظة يا هشام ربنا بيقول عليك انت وبس حبيبي. اخويا اخويا، نكسب الدور ده حبيبي، بقى على وش عشان ابوك حبيبي. من بعد ما فلاش تضحي فلاش فلاش، سيبك من الاسين، الاسين بيخسروا. فلاش يا باشا بالاس، مش انا ايه كنت عارف، بالستريت عادي الكفايه. انا كنت عارف الاسين لازم يخسروني، انا عمري ما هكسب الاسين في حياتي، طب معروفه يا جدعان. طيب انا والله معايا شايبين وهرمي زي ما انت بترمي كده، يلا ها ودي ناخد ادي الدنيا الخمسه على الصبح. ناصر، منور اخويا. هو انا الولد شايف الواد اسمه سبيشال هيهمني قوي، كس اند زبر زي توم اند جيري كده. ايه القرف ده؟ لا كس عنده الاثنين، عنده الاثنين في اسمه، يعني انت تتفهمش ده ايه بالظبط. ده لا مؤاخذة، شفت انت فيه بيعملوا عمليات عشان يبقى ايه، بس يا اسطى يرتاح انت من ناحيتين. شلبي، انت في هجان عليها ليه يا صاحبي؟ مالك وانا كلمتك انت مالك يا صاحبي؟ مش عاجبني احوالك اليومين دول. انا مالك لسه انت كنت كويس؟ انت كويس؟ كتبت اللي انت كان نفسي بعتهم اتكلم لي بس فيه للاسف لا، 300 خلاص قبليه. بقى صعب عشان الدوشه. معلش انا صدعت وتعبت والله من الديسكورد. انا حاسس ان الديسكورد عامل لي ازمه في حياتي الفتره دي والله. بس بقيت وحيد هيوزع 200 مليون على شويه شهادة قبل الحصر، انا عظام بتزن استنى كده، انا عارف انت هتعمل ايه. يا راجل. شلبي خليك فاتح. ها هو لسبب ما انا مش عارف ادي بيت ربع ساعه، يا اما ادي بان خالص يا اما اسيبه، فانا مش هدي بان لكبه بصراحه. بس خاف على نفسك عشان تلاقي البط منك، يعني نابليون بونابرت بتاعنا. يا عم ماشي يا عم، يا عم ماشي يا عم. ترتيبات ايه؟ ها فوق وتحت الترتيبات ودلع، مفيش فايده مفيش فايده. الترابيزه دي فارغ اخواتي. هتقفل ولا مكمل يا باشا؟ مكمل، احنا قاعدين معاكم، يا عم ده نقفل احنا احنا لسه قاعدين نقدر يا عم. نسافر. سهرانين معاكم انا النهارده بس والله، ادركت ان انا ما وزعتش النهارده على فيها كل فرحان. الناس، فما رضيتش ان انا اقفل اليوم من غير ما اكون مراتي الكل. بس يا جدعان هي دي الفكره، ولا كنت مزنوق في اللايفات، ولا طالع غصب عني، ولا قرفان منكم، ولا اي حاجه. انا بحبكم كلكم نفر نفر، انتوا اخواتي وانا طالع عشانكم. انا بص، انا في قمه الصراحه. انا طالع عشانكم. مين يا الجزمة شلبي اللي صوت اللايف في بيتكرر زن عنده؟ عندك يا وحيد، أنا؟ في زن عندك يا وحيد. ألو ألو، حلوة كده؟ كل الميوت نكسب بقى أخيرا، عوضنا عوضنا كل حاجة ماشي. باتنين معفنين أحقر من بعض. يلا اتنين يبقى الترابيزة من 15 مش بتاعتنا اخواتي. والله عم وحيد، انا لسه واخد على عيني بالملايين دلوقتي وخسران كلهم في دور واحد. شفت كبو؟ ياه مش تعرف كبو، بس انا طالع مخصوص عشانك انت كبو والله. ايه بيحبنا الراجل ده؟ طب بصوا يا جدعان، عشان بس نبقى على نور، انا هطلع اللايف دي فعلا زي ما كبو قال 200 مليون. يا عم مش هكسر له كلمة، بس لما نوصل 80 لايك. وصلنا 80 لايك تمام، ما وصلناش 80 لايك قبل ما اقفل اللايف بره عني. حلو الكلام كده، حلو الكلام. بصراحة 200 مليون أنا ما هكسب 40 نفر، كل واحد أنا 5 ما مليون. أقدر ما أقدرش معاك من أي سيادتك حاجة يا فاضية أحمد، نفسي بقى ما أكسبش في اللايف. يا جدعان هقولها تاني، 80 لايك هنكسب 40 نفر، كل واحد 5 مليون، طالع 200 مليون. ما وصلناش ال 80 لايك محدش يسألني في حاجة.
توصل بقى 80 لايك ازاي؟ طبعا بشيرك ولايكك وتظبط الدنيا ويبقى في تفاعل في الكومنتات عشان الناس تيجي. مش عارف انا هلعب ليه حتى، بس هلعب، حاسس ان هينزل لي 7 ولو ما نزلتش 7 معانا فلاش برضو بالبنت، في الدنيا حلوة. تمام. طب ما الناس بتكسب بالاسينا، ولا وكسبان 2 بير كمان، يعني يا ريت حاجة فخمة شوية. ايه ده؟ هو دي اللايف واقف عندي. لا فوفا ليه يا صاحبي؟ ليه لا فوفا ليه؟ ليه؟ ليه لا يا لا غناص؟ لا من عندي انا، انا مش عارف البتاع كانت معموله بوظ. اللايف شغال يا عم؟ شغال شغال عادي. شلبي. انا هتشلي يا شلبي والله. انا زيك بس انا لسه مشلول يا عم. ابعت لي الاي دي بتاعك. انا يا لهوي ده لسه بيسأل. بعت له يا شلق يا وحيد، عامل له منشن في الجروب، عامل له منشن في البرايفت، ورديته رنه مفيش وحيد. وانا عامله والله نفسي انا مش نايمه. عارف مركز في البتاع والله في اللايف. طب معلش ابعت اي دي بعد اذنك عشان لسه واخد جيل. يا وحيد والله خسرت بالورقه ده، اكسب بيه اصلا كان؟ انا عامل يا ايه عم طيب؟ انا كسبت جيل. انت بتلعب من ورايا؟ ماشي يا اسطى، ماشي يا اسطى، جايل لك دلوقتي والله. جايل لك جايل لك جايل لك جايل لك. 2 لتاني مرة ما شباب تخزلنيش انا بقى، بابا خد عندي 2 ما تخزلنيش. خذلتني عندي مرة حق. وقلت ماشي، المرة الجاية نكسب بقى، نكسب. المفروض شلبي بعت لك حاجة برضو في البرايفت. ده أول مرة فيها كسبني 2 بير، فاللي هو إيه؟ صباح الفل، صباح العطا. 8 مليون 8 مليون 8 مليون. تمام، شكرا شكرا. احنا الثلاثة معانا ولد وبنت، اللي فنط الكوتشينة دي مش مفنطة عدل على فكرة. دول على لا يا زياد لا والله يا باشا انا مش هتحرك من فوق الترابيزة. قاعد على 25؟ معشرة وحيد صح؟ لا 25. عايز انزل لك ام 10؟ انزل لك يا باشا، انت تقور. يا سلام، ما عندنا كام توتي في الدنيا. خلاص يا ساتر يا رب يا ساتر. معاه سين، ما الناس كلها بتكسب بالاسين، اشمعنى انا؟ مش عارف مش والله، مش شغاله معاك ليه؟ مش لا مش عارف. فاهم الهدف انا مع الكل والله. شغاله حلوه مع الكل، اشمعنى انا اللي تيجي بتعطل عندي؟ بيكسب كبير، بيكسب بتو بير يعني. يا ريت حتى نزل له حاجه. هو انا العب اخسر؟ لازم اخسر، مفيش مره لعبت باسين وكسبت والله. بدل راجعك وسعد الدور هنا ب 200 مليون، الدور واحد هنا ب 200 مليون، بس انت بتدفع على وش بقى لو كسبت دور هنا. يبقى حد يرد على الربيع، محتاج جرعة. حاجة دي كان ربيع الجرعة. حاجة انا اديك صح. انا مالي. انا عايز حاجة اشغل اغاني من غير كوبي رايت. شغلت جورج وسوف وانا طالع امبارح جاي رزعت شغل حاجة حاجة. لبيتهوفن. انا الوحيد، لا ايه انا الوحيد اللي بشغل ما باخدش كوبي رايت. محدش عامل لك حساب اصلا. وصل يكسبني ب 98، يكسبني بيت ب 8. بص بقى وحيد ابتدينا، الرجاله كلها، بص الرجاله كلها قاعده تلعب تمام، انا عمال اخسر، وهيسيبوا اللايف. احنا كنا خايفين من ده. انا عمال اخسر، انا عمال اخسر. دخلت العب اهي، دخلت العب كونكر وانا طالع لايف كده مع نفسي. الرجاله دخلوا لي اللايف، فتح عليا وموتوني بكيف. استاهل استاهل، عشان انت ما قلتليش انك هتلعب. والله لا انا تيجي كنت تلعب قاعد معانا يا بلعب وحيد؟ كده. ايه يا قلبي؟ تيجي تلعب معانا في السيرفر؟ محدش عمل. لا لا مش هلعب، مش هلعب باللعبة لا دي. هو لو دخل مش هينفع عشان هيشحن وهتبوظ منه خالص. ما يا بلاش عم يلعب الموضوع. تسلية زي اللي كده احنا ما بعرفش العب كده، لا هيجي واحد يموتني احرق دمي. طب يا ابني هروح شاحنه. ف فاهم ده حقيقة. لما بعقل ايوه بلعب.
ما بعرفش العب وانا كده. شايف الواد لعب 136 مليون، ليه معاه ايه عشان انا يلعب حاسس ان انا 136 حظي مليون؟ ابتدى يقفل بص، صح؟ وفي الاخر تلاقي اه معايا ده حقيقة. 6 و7. وحيد انزل على ام 10 وانا هجي وحيد اسد اه معاك. وحيد انا معاه تعال سبعة. على ماشي، تعال بقول لك ماشي ايه؟ استنى هفتح واجيلك. ايه يا باشا؟ نعم بص برايفت. نعم بص ماشي برايفت بيقول بقول لك، لك. بص برايفت. انا هبص اهو، حاضر عشان بفتح اللعبة اهو. طب ايه؟ العب ماشي على خليك ايه؟ فاتح انا فاتح. مش انا اه ابني مش انا ب 4 1 تمام. الحمد لله على الفار وعلى العالم. انت عايزه على الجديد ولا على العادي؟ عايز الانمي على انهي واحد؟ ما نخلي الانمي، موضوع الانمي ده بعدين، ايه رايك؟ ما بره ما هو حبيبي حبيبي خلينا نشوف وصلنا كام لايك. 37 لايك اخواتي، ده معناه ان احنا فاضل لنا 43 لايك كمان وهنقوم نوزع 200 مليون. غير الاكونت الوحيد انا شايف ان الاكونت حظه قفل، يا اما الجهاز عندي بقى مش عارف، يا اما الاي بي، في حاجه حظها قفل يا جدعان. بس احنا برضو فاضل لنا 43 لايك كمان وهنوزع 200 مليون على 40 نفر، كل واحد 5 مليون. انا بس حبيت افكركم عشان الناس اللي لسه جايه يا جدعان، لايك وشير وظبط حالك عشان نبتدي التوزيع الكبير. يا سلام تعالى يا عم، حتى ده بيخسرني، يا ساتر يا رب، حتى ده بيخسرني. ماشي يا صاحبي ماشي يا صاحبي ماشي يا يسطا صاحبي. حظه قفل على عند من حظه قفل على غيرت بس ما فهمتش اي حاجة من النت اللي انت عايش فيه ده، كوكب نفسنا زمرد ده. نفسنا نكسب. مفيش لايف بفوته. منورين رجعنا كلكم لما والله. نوصل 80 لايك هنوزع صح، احنا قلنا كده من اول اللايف والله. بالظبط. فلو انت ما كسبتش بعت من لي واحد ضمن ال بعت لي 40 نفر فانت انت كده مش بني ادم، انت ماشي كده نحس يا جدع. هتكسب من اللايكات. انت خايف؟ لا الفلاش معاك ماشي. قلبه جامد اللي بيلعب ده، قلبه تستفيد جامد، واحد. قلبه جامد اللي بيلعب ده والله. تستفيد ب 96. اقعد انت بقى عليا على طول، مش لازم ابعت لك انفايت انا عشان صعبه. ايه ما انا جاي بعمل كده ده انا دلوقتي اللي قمت. الله اصلا. تعالى يا صاحبي شفت تعالى انت بسرعه، وجاي ورا تعالى بسرعه. جت لي 9 و10. يا ديني هو انا في ايه معاك من بقى؟ بدري. ماشي يا علي، ماشي يا علي حميدة. انا يا صاحبي ما لحقتش اقعد والله. يا وحيد غير الاكونت ربنا. طب قعدت وايت فوت قعدت كده قعدت بس. قعدت قعدت قعدت. لا ربنا يفتح حالك. معايا 2 بنت ولا مفيش ولا فلاش؟ انا فل. فول يا سلام. معاك ورق؟ اه لو انت معكش فول ورق حلو يعني؟ اه لا احسن ما ورقة في يسطا الدنيا اللي صح. عمال تقول اح انت عيب، عيب اللي انت بتعمله ده. يا باشا هما دول يعرفوا العيب يا باشا يا باشا. احنا فاضل لنا تسعة انا وعشرين لايك. وانت انا الو وانت قدام بعض. انا نزلت فاضل لنا 29 لايك ونوزع 200 مليون، ايه الكلام؟ 10 رجاله شد. انا معايا ورق حلو، معايا فلاش فلاش وستريت. معاك انا فلاش عندي ايه؟ قلب اسود بالاس، قصدي ورده بالاس. وردة؟ الله معاك، معايا 2 تومبير ونزل قلب اسود. أنا هخسر، ده مش ورقي ده. طب انا تو بير بالبنت بس الفلاش نزل. لو ما حدش معاه الفلاش اكسب انا. ما معهوش الفلاش بس معاه ترتيب ستريت. ترتيب يا بيه. الولد اللي خايف الفلاش يعني. حاول حاول. البوب ده يا جدعان تقريبا حد تبعنا. البوب ده محمد عصام. اه الحمد لله حلو الله. حلو. الراجل ده قاعد معايا من غير ما يقول لي انه قاعد معايا صح كده؟
محمد عصوم، محمد عصوم، محمد عصوم. ماشي رجالة، 132 شير، شدوا شوية. حيد فتحت لايف تاني. اه يا احمد عطيه، احنا فاتحين من بدري يا اسطى، بقالنا 15 دقيقة دلوقتي، اكتر من 15 دقيقة. محمد يا عصام، لا الرجالة نايمة. حد يجيب لي معلش البروفايل بتاع محمد عصام على الفيسبوك كده، عايز ايه؟ عايز البروفايل بتاعه على الفيسبوك. هو اللي كسب. ما انا عارف، مش مهتم، عايز بس حد يجيب لي البروفايل بتاعه على الفيسبوك. الديسكورد؟ لا على الفيسبوك، عايز الاكونت بتاعه على الفيس. طب ايه؟ ادور لك على ايه؟ انا مش عارف اكونت بوك والله. انا هو ما كلمش حد فيكم على الفيس قبل كده؟ افتح انا الاكونت اشوف يعني، ولا اعمل ايه؟ كلمني انا قبل كده، بس انا بدور فيه والله شاشات انا كتير بدور عندي. عليه. سرش يا عم باسمه يا عم. انا بعمل كده، انا بدور على البرو. مني فاتح اللايف في ناحية بتاع في ناحية، في النت عندي بيموت. لا هو زياد بعده. تسلم يا زيزو، تسلم يا زيزو. النت عندك مساعد يابا، النت عندي يابا. محمد عصام ده بيطلع ستريمات؟ لا لا حظه، حظه. حظه والله. نلعب بقى على روان بقى كده، شوف الكلام بيقول ايه. ده بيزود كويس ان احنا ما رميناش، فاضل لي الايس، وفي نفس الوقت في فلوش نازله هتخزوانا كلنا. لا يا ريس، لا ما بيطلعش استلم. اه والله يا عبد الله، والله عملك كنا قافلين مبسوطين يا صاحبي، مش عارف ايه اللي خلانا نطلع تاني والله. الوحيد الوحيد. اخد لك برضو اسماء اكتر ناس عامله شيرات وتعمل بينهم عجله، خد اه ولا انا اتنين بس؟ اديك اتنين. يا ريت اتنين بس، اكتر اتنين بدل ما نوجع دماغنا يعني. اكتر اتنين عاملين ماشي. شيرات انا واحنا عملت نستغل. الشير عشان ادي فرصه للناس اللي ايه عايزه يا قلب تعشرها. الخسائر، لا اعمل يا حبيبي شير ومش هنحسبك. يا سلام تتقبل. اعمل شير مش شايف هنحسبك. اخد بان. انت خدت اوريدي بان من اكونت ادم اصلا. لا عيب عليك، عيب عليك. بص خليك تفتح تاني على حلو. الدور ده واحد ومين اللي بياكل على الكيبورد؟ لا ده وحيد متعصب بيهبد على ده الكيبورد. مش انا والله، مش انا، ده انا بكتب الورطة ده كيتو. ده زياد بيقول لك، زياد بيقول لك وحيد محمد عصام ما يعرفش انه خسرك. ماشي يا قلبي، ماشي ماشي. يا سلام عليك الاتنين. قول له يرجع الملايين بقى. لا انا مش عايز حاجة منه، اديته بقى من هنا ومن هنا خلاص. يلا غرفة دايما. لا بس مش ال10 مليون اللي هو هيداري دي اللي هتغنيني يعني، بس عرفته على اصله يعني، فاهمني؟ فاهم. يلا هو جد الحق والله، انا الناس اللي كلنا خدت عايزه بالي، تصفى تصفيه بنت لذينه. انا اللي بلغت عنه. ايه الفخر ده؟ حسيت الاسم ده انا عرفته.
انا مش حافظ الناس بس بشبع الاسامي. ولا يعرف يدخل زياد والله، واخد بالنا صح والله. ماليش خلق اللي انا اقعد احفظ اسامي الناس الصراحه. الشباك بتظهر طيب علشان ايه؟ ما ماتش على الفاضي. لا بتظهر لا احنا لسه ما كملناش 300 يا عم. كبر دماغك يا زياد، حتى الشرب منك تعمل كده صعب. كبر دماغك. احنا 300، احنا 321 شير يا هشام انت. صباح الفل. انا جاي انا جاي انا جاي انا جاي. ادم دخل. ادم دخل خلاص يا يسري، خلاص يا صاحبي والله، والله العظيم يا صاحبي على راسي والله. بس بطل تزبط في الكومنتات، مش بشرب ولا كولا ولا بيبسي والله، مقاطع كل حاجه يا يسري والله العظيم. بعد اذنك بطل تزبط في الكومنتات. ايوه والله ما بشرب حاجه يا عم، مقاطع والله. يا رب يكمل على خير. مش عشان يعني بقى اقول لكم ايه طيب يعني. ماشي ماشي صبري، انت على راسي صبري والله، انت منور الدنيا صح حبيبي يا سلطان. منور يا وحيد روح يا رب. انت عامل صبري ولا عايش صاحبي؟ ولا سابس عايش وزي الفل، الراجل زي الفل. المليون بكام يا وحيد؟ المليون بكام يا وحيد؟ ابعت رساله على الواتساب على الرقم ده، هيجي لك لسته بالاسعار كلها. الدايت يا ابني العم وحيد بسرعة يا ابني. 3 4 5 دايت. ما نزلش اي حاجة. ولا معاه ايس هيشالوه احنا، اللي معاه اي ورقتين هيشالوه احنا. حاجة دون ابو مالك ده هيكسب. ايوه كسب بإيس بس بيلعب على ايه مش عارف. اوكي ويت اخلص الشرات دول. اوكي كان ناقص السبع، كان ناقص اي حاجه يا صاحبي والله. الراجل اللي بيسال كسب اصلا وان بير يعني. تعالى يا ابني تعالى تعالى، انت فين؟ انت في اي بتاع؟ الترابيزه ام 50 بقى ايه؟ ايه اللي هتظبط الاداء؟ ما بلاش بلاش نتكلم في الترابيزه ام 50 بيقول ايه؟ ايوه ايوه. لا لا بس يا شباب لا الصوت عندي بيدور هيك. انت بتقطع ولا في ايه؟ خلاص يا ابني. الو الو من عندك ولا من عندي؟ لا فما تقطع عندي. لا من عندي وحيد يا اسطى. طب كويس. اه اروح لك البنك يا ابني. اي بنك؟ نطلع الترابيزه ام 100 بقى خلاص، انا اخسر بيت الفلوس كلها على ام 100. انا غلطان اصلا، انا احترمت نفسي وقعدت كده عادي، كان لازم الاول اطلع. استنى الترابيزه دي، هات من الترابيزه دي. استنى يا احمد استنى كده بقى ايه؟ ايوه بيقطع ياسر بيقول لك هتعوض ان شاء الله. عادي يا عم عادي مفيش فرق. اللي فيه يا جدعان؟ الو في حد في النت بيفصل عندك عم وحيد؟ الو انا مش سامع اي صوت من اي حد. وحيد والله ما سامع حاجه. ايوه ايوه ايه معاك انت؟ خلاص انت سامعنا يا وحيد؟ ماشي. هو في نت بيفصل عند مين؟ عندي لايف قطعت عندي والله. عند وحيد يا جدعان. الصوت باين عندي يا جدعان. صوتك انت وحيد ظاهر.